الانترفيو. صباح الخير وصباح النور سيد فيصل الجدلاوي، مرحبا بك معنا. صباح النور ومرحبا بك ومرحبا مستمعي. يعيشك يا سيدي. اليوم نحكيو على ثلاثة مطالب للجنة الصلح الجزائي تقدم بهم السيد شفيق جريل، لكن نجم ناخذ أكثر تفاصيل بهذا الخصوص. مطالب تقدم بهم في عدد ثلاثة قضايا موجود فيهم في حال صراحة، هو الهيئة الصلح الجزائي، ومازالت الإجراءات متواصلة، مازال ما فما حتى حاجة جديدة في الملف، يعني إلى حدود هذه الساعة ما فماش الإجراءات، مازالت متواصلة. تعرف ثم اللجنة مكلفة بإعداد بعض من الوثائق وأيضا الاختبارات في طور الأول كما نقولوا فيها، مازالت حتى الاختبارات ما تمتش. بعد ما تتم الاختبارات يوقع عرض المبلغ المقترح على شفيق الجزائي، وشفيق الجزائي يرفض والا يقبل المبلغ هذاك. لو كنا نرجعوا من الاول، يعني وقتاش تم تقديم هذه المطالب؟ يعني اذا كان عندنا دات. عندهم مده تقريبا خلال شهر الشهر الماضي، يعني خلال شهر ابريل تقريبا. في شهر ابريل، واضح. دونك ثلاثه مطالب. اما كول القضايا اللي مازالوا موجودين واللي فيهم اشكاليه على مستوى الشقق اللي تم بيعها من طرف شركة غالية البعث العقاري اللي هي كان وكيلها السي شفيق الجزائي، واضح. مثلها مثل بقية العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بشقق أخرى، واللي تجاوزنا فيها تقريبا أكثر من 40 قضية، واللي تم الحكم فيها سواء كان بعدم سماع الدعوة وإلا بخطية مالية. بقول ملفات ما شفيق الجزائي ارتأى انه يتوجه فيهم للصلح، هو الراي رايه هو، وهو صاحب القرار النهائي والاخير. ملف اتحال للهيئه، والهيئه ان شاء الله اللجنه ان شاء الله توافي الاجراءات مازالت متواصله، اذا كان ثم حاجه جديده تو يعلمونا. هو معناتها بالنسبة للي ديلي سي فيصل، هل هنالك معناتها اون ليميت اللي بعدها هي ما تستناوش إجابة؟ هو توا اللجنة مازالت في الملفات الأولى، يعني ماك تعرف ديما البداية ديما تكون صعيبة، مازالت في البداية الأولى، ومازالت يعني ما الطريق نتاعها ما شقتوش بطريقة يعني مش سليمة، بطريقة يعني واضحة. نقول بعض التعطيلات سواء كان على مستوى الهيئة، سواء كان على مستوى المحكمة، سواء كان على مستوى حتى الشركة، ما تعرف أنت يتوجهوا الخبراء، يتوجهوا إما لشركة الغالية البعث العقاري لدراسة الأرشيف، يا إما يتوجهوا للمؤسسة المعنية، يا إما يتوجهوا للمؤسسة البنكية إذا كان ثم ضرورة التوجه للمؤسسة المالية أو المؤسسة البنكية. وعندك الوثائق يجب أن نقدموا بها نحن، وعندك العديد من الأسئلة هذه تأخذ شوية وقت، خاصة أنه لجنة الخبراء جديدة عليها المسألة هذه، ما خدمة ممكن بستخدمها في أسبوع تخدمها في أسبوعين، ممكن بستخدمها في ثلاثة أيام تخدمها في أسبوع، أما احنا في جميع الحالات مربوطين بأجال، والأجال هذه يعني ما عادش تطول، وهو في كل الحالات نتصور من هنا حتى نهاية شهر ماي هذايا يكون عنا المقترح اللي اقترحاته الهيئة اقترحوه الخبراء. يعني من هنا لنهاية شهر هذا شهر ماي نورمالمون انتم تنتظروا في إجابة من لجنة الصلح الجزائي. اي على ضوء الاختبار اللي قاموا به الخبراء. فما إمكانية أن السيد شفيق جريل ما يقبلش بعرض اللجنة لجنة الصلح الجزائي؟ وارد جدا، وارد جدا اذا كان يكون المبلغ مش ماك تعرف هي الحكايه. احنا اذا كان نحكوا توا على شفيق الجزائري هي وضعيه استثنائيه، شفيق الجزائري الناس الكل تعرف انه الاملاك نتاعو تصادرت، تمت مصادره املاكه. يقول لك بالنسبه لي انا عديت عقوبه في 5 سنوات، وتوا ما زلت اكثر من 5 سنوات وما زلت ما خرجتش، وهذه الاملاك نتاعي كلها تصادرت. اذا كان باش نمشي في الصلح، والصلح الجزائي ماهوش باش يرجع لي حقوقي، نعطي الحاجة اللي هي ماهيش نتاعي اما ناخذ حقي. يقول لك علاش باش نواصل فيه الصلح الجزائي؟ ما وصلش، ما هو هذا بالمنطق. انت صدرت لي املاكي كدوله، صدرت لي الاملاك نتاعي وحطيتني في السجن،
ونعدي في عقوبه بتهمه سواء كان ثابته ولا غير ثابته هو صدر فيها حكم والحكم اصبح بات وتم تنفيذه. واضح ولا لا؟ واضح. هي وصدرت لي املاك وتم تو تفرض علي صلح، والصلح يعني اللي باش نمشي فيها معاك ما يلزموش يكون زاد مضر بمصالحي ومضر بحقوقي. انت تقول تفرض علي صلح لهنايا، كي تقول تفرض علي صلح هو من تقدم بطلب الصلح. لا مش تفرض علي صلح، راهو بالمنطق الفرض جو وقالوا لي اعمل صلح ولا لا، مش هذا المقصود بالكلمه، اما تحطني في وضعيه نتاع صلح. اي ما تعرف الكلمه موجود. تفرق اليوم أي. عندها وزن سي فايصل. اي بحكم اني انا موجود في السجن وجاء القانون هذا المنظم للجنه المصالحه الجزائيه، يعني انت بطريقه او بشكل ثاني انت حطيتني في وضعيه اني انا ثم امكانيه نمشي للصلح. واضح. مشيت معاك للصلح وصدرت لي املاكي وحطيتني في السجن وعديت العقوبه. ويجب يكون المبلغ مصط ما نجمش نقبل به. واضح. ما نجمش نقبل به، هذا هو الاشكاليه راهو اللي اليوم المطروحه. مش يعني علاش قلت لك وضعيه الشقيقه الجزائريه وضعيه استثنائيه، مش كما وضعيه العديد من الاطراف الاخرى الاشخاص الثانيين. عندي انا متهمين اخرين وقدموا زاد طلب صلح من تلقاء انفسهم. وانا ننتظر زاد في اللجنه حتى لنا تعطينا المبلغ المقترح. مختلفين هذوما انا شفيق الاخرين ما تمتش مصادره املاكهم. واضح. يعني اليوم كما قلت انت بتاتر من هنا لنهايه هذا الشهر شهر ماي يصير الرد على طلب شفيق جراي. شهر ماي يكون تم ان شاء الله، لان تو اللجنه تقريبا بدات تشق في الطريقه نتاعها. في البدايه ثم شويه عراقيل وثم شويه صعوبات، تو ظهر لي على ما اظن اني باقي تمشي والمطالب ما عادش في جميع الحالات ما عادش تتجاوز 30 يوم على اقصى تقدير. واضح. شكرا لك السيد فيصل الجدلوي محامي شفيق جرية. سختم باش تكون عوده ديكو يكون فما جديد بخصوص مطالب الصلح الجزائي اللي تقدم بهم شفيق جرية. ثلاثة مطالب يقول السيد فيصل الجدلوي انه تم تقديمهم في شهر افريل. خليكم معنا، احنا مازلنا مواصلين في اكسبريسو توت سويت. الموعد باش يكون مع ايمان الهين نشر الاخبار جوست ابخي مروان بن عماره.